بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في درس سابق وقفنا على قوله تنبيه، يعني هذا تنبيه. قال: ومن الغريب أنها زيدت فيما أصله المبتدأ والخبر وهو اسم ليس، بشرط أن يتأخر إلى موضع الخبر، كقراءة بعضهم: ليس البر بأن تولوا. يا سلام، ليس البر بأن تولوا. أصحب نشوف صاحب القراءة دي، قال القراءة دي لابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم. يبقى ليس، وطبعا دي بيسموها قراءة شاذة. معنى شاذة يعني وافقت الاستعمال وخالفت القياس، مش معنى شاذة يعني مخالفة لكلام العرب، لا. الشاذ هنا المقصود به ما وافق الاستعمال، يعني استعمال العرب، وخالف القياس، يعني قياس النحويين. ليس البر أن تولوا. سيدنا ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما قرأوها: ليس البر بأن تولوا. فأصل شوف، ليس البر أن تولوا، يبقى البر توليتكم، يبقى ليس دي ده فعل ناسب دخل على جملة اسمية، فالبر ده اسم ليس مرفوع. بأن تولوا أو ده خبر ليس منصوب، يعني ليس البر توليتكم. طيب، قال: ومن الغريب أنها زيدت فيما أصله المبتدأ، يعني البر ده في الأصل قبل الدخول ليس كمبتدأ، يبقى إيه؟ أصلها البر بأن تولوا، يبقى أصلها البر توليتكم مبتدأ وخبر، فدخلت الباء على إيه؟ الخبر. قلنا ده من الغريب. قال إيه من الغريب يا أولادي؟ قال: ليس البر عفوا بأن تولوا، يعني لما نصب ليس، لما نصب البر أصبح ده خبر ليس مقدم، يبقى إيه؟ ليس البر التولية، يبقى أصبح البر ده خبر ليس مقدم. ومن قرأ ليس البر على بالرفع على إنها اسم ليس، فاهمين يا أولادي؟ أعتقد حتى بدون الباء دي فيها قراءتان يا شيخ. ليس البر، ليس البر، من قرأ ليس البر على إن ده اسم ليس مقدر، من قرأ ليس البر على إنها خبر ليس مقدر، لأنه يجوز تقديم إيه؟ الخبر على الاسم في كان وأخواتها. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني كان نصر المؤمنين حقا علينا. كم يا أخي محمد قرأ؟ أليس عجبا؟ أليس عجيبا؟ أليس عجيبا؟ فتى أصابوا ببعض الذي في يديه. يا سلام. والرابع. طيب، أليس عجيبا بأن الفتى، أو أليس عجيبا زي ليس البر بأن تولد، صح؟ إذا عجيبا ده خبر ليس مقدم، بأن الفتى يبقى ده اسم ايه شفنا؟ ده اسم ليس ايه؟ مؤخر. طيب كمل يا شيخ. الرابع. الرابع الخبر وهو ضباب غير موجب فينقاس نحو ليس زيد بقائم. ايه المقصود يا شيخ محمد ان الخبر دخول الباء في الخبر ليس بموجب؟ يعني لا يلزم دخول الباء في الخبر، انما الباء تزاد في خبر ليس بكثره، كما قال ابن مالك في الالفيه: وبعد ما وليس جر الباء الخبر، يعني الباء يجر في خبر ما وليس بكثرة. لست عليهم بمسيطر وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. فهو قال هنا الخبر، يعني ممكن الباء تدخل في الخبر، وقال وهو ضربان، ضرب الأول غير موجب، يعني يجوز الدخول ويجوز عدم الدخول، يعني لا يجب دخول الباء، يعني ليس زي القائم وما ربك بغافل. وقولهم خير بخير بعده النار. يا سلام. لا خير
على ان ده اسم لا بخير على ان خبر، يعني لا خير خير بعد النار، فزيلة الباء في خبر لا. طبعا لا دي يا شيخنا اللي هي لا النافيه للجنس اللي بتعمل عمل ايه، ليس زي ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب. هنا قال يا شيخنا لا خير بخير، اصلها لا خير خير بعد النار، لان لا ان في الجنس تعمل عمل ان، فانصب الاسم وترفع ايه الخبر، فزيدة الباء في خبر لا ان في الجنس. قال اذا لم تحمل على الظرفيه، اذا لم تحمل ايه يعني ممكن ايه تحمل على الظرفيه يا شيخنا، هل يوجد في هذا المثال ظرف؟ رد عليه لا يوجد، انما عباره الاقدمين اعتبروا الجار من ظرف يا شيخ من باب التغليب، من باب ايه؟ ايوه يعني رغم ده جار ومجرور، صح يا شيخنا؟ ده يعتبروا ظرف، ظرف ليه؟ لما اقول مثلا يعني جلست في الدار، وهنا في الدار تفيد الظرفيه يعني في المكان ده، فهمنا يا شيخنا؟ عموما لو انت اعتبرتها يا شيخنا الظرفيه، الظرفيه هنا تقدر بمحذوف واخبره بظرف او بحرف جر ناوينا معنى كائن او استقر، فلما اقول جلست في الدار يعني جلست، عفوا لا عفوا مبتدا خبر مبتدا، زيد في الدار، زيد يا ولادي، يبقى في الدار جر متعلق بمحذوف، يبقى زيد جالس في الدار او جلس في الدار، استقر في الدار او مستقر في الدار. فهو يقول اذا لم تحمل كلمه بخير على الظرفيه يعني انها جر مجرور، يبقى هنا شفنا الباء زائده. اما اذا اعتبرت بخير ظرف يعني جر ومجرور يبقى متعلق بمحذوف، المحذوف هو الايه؟ الخبر. يبقى التقدير يا شيخنا لا خير حاصل ها بعده النار، فهمت يا شيخنا؟ طيب كمل يا شيخنا. وموجب فيتوقف على السماع، ايوه، هو قول الاخفش ومن تابعه، وجعل منه قوله تعالى جزاء سيئه بمثلها. هي الايه بتقول يا شيخ جزاء سيئه ايه؟ سيئه بمثلها، جزاء سيئه سيئه، على ان ده خبر جزاء. هو قرا، هو ده قال قول الاخفش وجعل منه، عايزين نشوف القراءه دي، جعل من الزاده في الموجب، الزادة في ايه يا شيخنا؟ يعني ايه الزادة في الموجب يا شيخ محمد؟ عايز اقول لك ان ليس بي وما حرف نفي، يعني ما حرف نفي وليس فعل نفي، فيعني الباء تدخل في خبر ليس اللي تفيد النفي، وتدخل في خبر ما اللي تفيد النفي، وما ربك بغافل، صح؟ انما الايه الكريمه ليس فيها نفي، ده بيسموه كلام موجب، يبقى قال ايه؟ جزاء سيئه بمثلها، صح يا شيخنا؟ ايوه، يبقى اصلها يا شيخنا جزاء سيئه مثلها، فادخل ايه؟ طيب لماذا وجبت الباء هنا في الخبر يا شيخنا؟ عشان السماع، فلما سمعت يبقى تحكى كما هي لا تتغير. ها وقول حماسي ومن ركها بشيء يستطاع، والاولى تعليق بمثل، يبقى الواو هنا في ومن ركى تبقى الواو حاليه، يعني تقدر بإذ، لما جاء زيد ويدعو على راسه معناها إذ يدعو على راسه، وذو الحال إما فاعل تطمع، لما قال فلا تطمع أبيت اللعن فيها، طبعا أبيت اللعن ده جملة دعائية يعني تقتضي ان لا يدعو عليك احد للدعم، ومن عكها يبقى هنا الواو واو الحال، يعني ايه من عك اياه لشيء. طيب كمل يا شيخ. والاولى تعليق بمثلها باستقرار محذوف هو الخبر. يبقى بشيء، يبقى من عكها بشيء، اصلا من عكها شيء، صح يا شيخ؟ هل ده خبر؟ لا، قال الاولى ان احنا نقدر الجار والمجرور متعلق بالمحذوف هو الخبر، يعني ومن عكها يعني حاصل او موجود مقدر، يعني خبر محذوف، كما قال ابن مالك واخبره بظرف او بحرف جر
ناوينا معنى كائن أو استقر. كمل يا شيخنا. شيء بملعكها بمعنى وملعكها بشيء لا يستطاع. كمل يا شيخنا. وقال ابن مالك في بحسن كزيد أن زيدا مبتدأ مؤخر لأنه معرفة وحسبك نكرة. أيوة، لما قل بحسب بحسبك زيد حسبك إيه أصلا يا شيخنا؟ حسبك زيد. القرآن بيقول لي حسبهم جهنم، صح؟ مش كده يا شيخنا؟ قال حسبهم إيه؟ فهو الشيخ يقول إن كلمة زيد ده المبتدأ المؤخر، وحسبك ده إيه يا شيخنا؟ الخبر، بس دخلت الباء في إيه؟ في الخبر. هو قال لأنها نكرة، لأن يعني إذا زيد المعرفة وحسبك نكرة. عايز يقول لك إن حسب بمعنى كافيك، حسبك بمعنى يا شيخنا كافيك، فهنا إيه أصبحت يا شيخنا كافيك بمعنى نكرة. وقوله فما رجعت خامس الحال المنفي يعاملها لقوله فما رجعت لا فما رجعت فما رجع بخائبة ركائب ركائب حكيم المسيب منتهاها. وقوله استنى شوف البيت يا شيخ. طيب قوله فما رجع بخائبة يعني ما رجع خائبة، المقصود بالركائب يا شيخنا اللي بيحمل على الإبل التي يسار عليها ويحمل عليها الشيء. معنى البيت إن الركابة التي انتهى هذا الرجل لم ترجع خائبة، بل رجعت بالظفر المقصود ونيل المطلوب. طيب إيش شاهد يا مولانا فما رجعت بإيش هنا؟ قال هنا الحال المنفية عاملها، يعني فما رجعت بخائبة. أصلا فما رجعت يا شيخنا حالة تكون خائبة، يعني دخلت على حال الباء الزميل دخلت على الحال يا شيخ. وأصلا فما رجعت يعني النوق أو الجمال، يعني سمعني يبقى صاحب الحال فما رجعت اللي هي الإبل يعني خائبة، يبقى دخلت على الحال المنفية ها عاملها اللي هي رجعت يعني. فهمني يا شيخ. كائن دعيت إلى بأساء داهمة فمن بعثت مع وجود ولا وكيل. أيوة ده البيت قائله ده عقل معروف، يعني كائن معناها كم، يعني كائن معناها كم، صح يا شيخنا؟ كم ذكر كم دعيت إلى بأساء داهمة، كم يعني كثير جدا دعيت إلى دهماء إلى الحرب، يعني صح يا شيخنا؟ يبقى معنى كائن معنى ايه؟ كم يعني كثير، يعني دعيت الى بأساء اللي هي الشده يعني، وداهمة معناها يعني اتت على ايه؟ على ضغطها على غضه يعني. فمن بعثت بمسؤول ولا وكيل، ان بعثت يعني معناها ما اسرعت يعني، والوكل اللي هو العاجز الذي يكل امره الى غيره. طيب قال ذكر ذلك ابن مالك، ابن مالك ذكر ذلك وخالفه أبو حيان، أبو حيان وخرج البيتين على أن التقدير يعني اعتبر خائبة متعلقة بكلمة محذوفة اللي هي بخائبة بحاجة خائبة، يعني صفة موصوف، يعني جعلها خائبة صفة لموصوف محذوف، يعني إيه التقدير بحاجة خائبة وبشخص مسؤول، يعني جعلها صفة الموصوف محذوف أي مدعوم. وهذا التخريج الظاهر في البيت الأول دون الثاني، يعني التخريج أعجب ابن هشام في البيت الأول لكن لم يوافق عليه دون الثاني، قال لأن صفة الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم ينتفي أصلها. إيه معنى العبارة دي يا شيخ؟ صفات الذم لما قال يا شيخ فمن بعثت بمسؤول ولا وكيل، سمعني يا مولانا، فمن بعثت تأسوب ايه؟ نفي، صح؟ اذا قصدت المجاز قال المجاز لا يغني عن ايه؟ عن اصل الكلمه اللي هو النفي يعني.
ولهذا قيل في وما ربك بظلام العبيد إن فعالا ليست للمبالغة وإنما هو للنسب. سمعنا يا شيخنا في البحر المحيط قال إيه؟ وأن الله ليس بظلام العبيد. قال أبو حيان وجاء بلفظ الظلام للتكثير، وهذا التكثير بسبب المتعلق اللي يسمى المعلق، يعني إيه؟ أنه تعلق الظلم كثير. فهو قال وما ربك بظلام للتكثير، يعني نفى سبحانه عن نفسه كثرة الظلم. ده كلامنا يا شيخنا، وهذا تكثير بسبب المتعلق. وذهب بعضهم إلى أن فعالا قد يجيء لا يرد به الكثرة، ويعني هي نفسها وما ربك بظلام، هي وما ربك بظالم، بس الظلام لا يرد بها التكثير، يرد بها تأكيد النفع. تأكيد النفع صح يا شيخ. وليس بسيف وليس بنبال، ها؟ وما ربك بظلم. يبقى ما قال يا شيخنا نفت على سبيل المبالغة لم ينتفع أصلاً. لهذا قيل في قوله وما ربك بظلام للعبيد، صح يا شيخنا؟ قال إن فعال ليس المبالغة وإنما هو إيه؟ بالنسب. عاد بس حكاية النسب، عارف يعني النسب يا شيخ؟ يعني ربنا ليس منصوبا إليه الظلم، وده معنى جميل يا شيخ. سمع؟ لأن لما زيد ليس مثلا هنجيب خبر فيه كسر يا شيخ، ليس زيد ظلاما، طيب مش ليس دي تفيد النفي؟ ما هو يقول يعني لما تقصد به معنى مجاز او التكثير ده ما ينفيش الايه؟ وجود الظلم. لانك انت لما تقول ليس زيد بظلام يعني ممكن يصل بعض الظلم، يعني هو قليل الظلم، صح؟ هنا ليس المقصود به هنا. ليه؟ ايه المقصود بالنسب؟ وما ربك بظلام يعني ليس منسوبا الى الظلم. فهمت يا شيخنا؟ هذا النسب، عرفت النسب؟ مثل النسب الصرف يا شيخنا، اللي هو يعني رجل ننسبه مثلا الى بلد، يقول فلان مصري او سوداني او مصري، ننسبه الى بلده او الى، لا. وما ربك بظلام، شوف المعنى الجميل اللي قصده الشيخ، يعني قال لان صفات الذنب اذا نفيت على سبيل المبالغه لم ينتفي اصلها. يعني ما تقول صديقي هذا ليس بظلام، يبقى نفيت عنه ايه؟ الظلم، بس نفيته عن طريق المبالغه. بتبالغ في نفي الايه؟ قال ده المبالغه لا ينفي اصلها، اصلها موجود هو الظلم. ما انت لما قلت يا شيخ ليس بظلام يعني لازم بكثره، معناه ممكن قليل الظلم، احيانا ممكن يظلم، فلكن المعنى ده لا ياتي في قوله سبحانه وما ربك ايه؟ وكانه بيفسر القران لما سئل لما لم تعرف القران؟ قال ابنان المغني. ما هو دي ايه يا شيخنا، انت لما تحملها على ظاهرها على المبالغه، طب المولان يقول لفلان مثلا ليس بضحاك، ده كثير ضحك، يعني ممكن يضحك قليلا، صح؟ الا كنا ليس المقصود بها المبالغه انما المقصود بها النسب، يعني ليس لا لا يبدو وما ربك بايه؟ بظلام، يعني وما ربك منسوبا الى الظلم، لا ينسب به الظلم اصلا. انت فاهم يا شيخ؟ ايوه كمل يا مولانا. يا سلام. كقوله وليس بسيف وليس بنبال. وما ربك بذي ظلم، يعني شفت الايه الكريمه؟ هذه النسب يا شيخ. وما ربك بذي ظلم، يعني نفى عنه الظلم نهائيا، غير التكسير يا مولانا. التكسير معناه فيه تقليل، صح ولا لا؟ ايوه سبحان من هذا الكلام، لان الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، فلما قال لا يظلم الناس شيئا اذا ما فيش لا قليل ظلم ولا كثير، ما هو لا يظلم الناس شيئا، صح يا شيخ؟ كمل يا مولانا. ولا يقال لقيت منه اسلا او بحرا أو نحو ذلك إلا عند قصد المبالغة. لما أقول رأيت منه أسدا يعني في الشجاعة، لما تصل إنسان شجاع
مبالغة تقول إيه؟ ها؟ رأيت منه أسدا، يعني شجاعا يا شيخنا. فالأسد مقصود بها الشجاعة، ده على سبيل يا شيخنا المبالغة، يعني هو ليس أيضا أسد الحقيقية، صح؟ طب لما قلت رأيت منه إيه؟ بحر، يقصد بحر يعني كثرة العطاء، يعني كريم جدا يعني. خلاص يا شيخنا؟ احنا نقف عند الموضع السادس، هو التوكيد بالنفس والعين. هات معاك قلم الرصاص معاك.